مشاهدينا الاعزاء، مساء الخير، اهلا بكم في برنامجكم حديث من القلب. بتمنى يا رب الحلقه اللي فاتت تكون نالت على يعني اعجابكم على قد ما استطعنا ان احنا نقدم يعني حاجه بسيطه كده في البرنامج، حتى لو يعني في بعض الملاحظات. احنا طبعا هنتلافى كل ده ان شاء الله مستقبلا، لكن انا فرحانه جدا جدا، ويعني مش عايزه اقول اسلك صدري جدا كم المتحف البرنامج وكم المشاهده. فانا بشكركم جدا جدا، وبتمنى يا رب اللقاء النهارده يكون مثمر، وانا حاسبها مفاجاه لغايه ما اقدم زميلتي داليا. اتفضلي داليا. ربنا يخليكم، مساء الخير عليكم جميعا، اهلا بكم في حلقتكم وبرنامجكم حديث من القلب. طبعا انا بس في بدايه، طبعا ضيفنا يعني مستشار علاء الحلواني ربنا يخليه ويكرمه، عايزه بس انوه عن حاجه، مبادرات اللي احنا بنعملها في اسكندريه. بننقل صوره لاسكندريه، في مبادرتين هاند ميد الكسندريا، دي لقائمين لفنانين الهاند ميد باسكندريه، في تعاون بين الكنيسه ممثله في الكاتدرائيه المرقسيه والمجتمع المدني، في معرض اركان ان شاء الله عاملينه ده لفتح مجال لفنانين هاند ميد. المبادره الثانيه ان شاء الله احنا قائمين عليها رد المعروف، دي لدعم الرواد من اهلنا جسديا ومعنويا من كبار السن اكثر من 65 سنه، تعاون بين مديريه الشؤون الصحيه بالاسكندريه ومديريه التضامن الاجتماعي، ممثله مديريه الشؤون الصحيه في الدكتور علاء عثمان طبعا وكيل الوزاره، دكتوره دلال علي، دكتور صابرين السقا، دكتور رامي السيد، والفريق الكبير اللي احنا طبعا وفنيا طبعا فريق علي هيبه. ربنا يخلي كل الناس. بنشكر طبعا وكيل وزاره التضامن استاذ امام واستاذ طارق جمال، وده تخصص طبعا ملعب صديقتي واختي دكتوره غاده. اتفضلي. انا طبعا بقدم كل الشكر للدعم المسنده من وزاره التضامن الاجتماعي، مديريه التضامن الاجتماعي بالاسكندريه، كل الشكر والتقدير لوكيل الوزاره استاذ امام ومستر طارق جمال. احنا بنشكر حضرتك لإتاحة الفرصة لمرور وزارة الصحة أو مديرية الصحة مرورها على دار المسنين. مرسي جدا جدا على دور حضرتك وعلى دعمك. وأنا طبعا بشكر كمان وكيل وزارة الصحة دكتور علاء عثمان. دكتور علاء عثمان، كل التحية والتقدير يا فندم للمبادرة، وبتمنى يا رب تلاقي كده إن شاء الله فعاليات، وبشكركم جدا جدا والله. طبعا انا في البدايه النهارده قايله ان في مفاجاه، احنا معانا رجل قانون، انسان استجاب حقيقه، شخصيه محترمه جدا وخلوقه، استجاب لكل اول ما انا اتصلت بيه لكل التساؤلات اللي كانت وردت لينا عن الاحوال الشخصيه. طبعا احنا مش عايزه اتكلم في البدايه طبعا يعني اطول، لان القضيه كبيره. احوال الشخصيه في خلل كتير جدا في الاسر، وفي تصدع كبير، ففي ناس مش قادره توصل، او سيدات مطلقات وارامل مش قادره توصل تاخد حقوقها. فطبعا من خلال وجود المستشار علاء الحلواني النهارده هيرد على كل استفسارات الاستضافه، سن الابناء وسن الحضانه، حاجات كتيره، موضوعات انا مش عايزه طبعا اخترقها او اتطرقها لان حاسبها للاستاذ علاء. احنا بنرحب بحضرتك طبعا في البدايه، مش عايزه اقول لحضرتك استاذ علاء على فكره محامي بالنقط، فطبعا ان شاء الله حيسرينا من قانون الاحوال الشخصيه. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا بك يا فندم، ونتمنى لكم التوفيق، ومتشكرين على الفرصه الجميله دي، ونتمنى للمشاهدين كلهم من دوام الحب والموده على كل البيوت، وان ما يبقاش فيه انفصال، لكن هو امر واقع بيفرض نفسه، وطالما فرض نفسه يبقى لازم مواجهته. في الحقيقه احنا مصر كانت مشهوره دايما بان هي الترابط الاسري اقوى حاجه فيها، بنتباهى بيها قدام الدول الاخرى. للاسف الامر اتغير في السنوات الاخيره، لدرجه ان احنا اصبحنا بنحتل المرتبه الاولى في نسبه الطلاق عالميا. طبعا النقله الكبيره دي في مجتمع شرقي زينا المفروض تشكل صدمه يعني. وهيترتب عليها مشاكل لا حصر لها، لان ارتفاع نسبه الطلاق معناه ارتفاع نسبه اطفال الشقاق. عندنا ما يقرب من 9 مليون طفل شقاق. ممكن بس توضح للجمهور حضرتك او المشاهد البسيط طفل الشقاق؟ الشقاق اللي هو ايه؟ طفل الشقاق هو الطفل اللي منفصل بيه الاب عن الام. تمام. بس لازم يكون تم الطلاق يا فندم، يعني في انفصال، في زوج وزوجه بيبقوا بعاد عن بعض، زوج سافر سايب اسرته، هرب من المسؤوليه، زوج مش متواجد، هل ده بيعتبر برضه طفل شقاق؟ لا، احنا بنتكلم على طفل في زوجيه قائمه. أيوه. يبقى ما فيش طفل شقاق. الطفل الشقاق جاي اللي هو الانفصال الاب عن الام. ايوه، فبالتالي بيبقى تم الطلاق، وهي دي اللي بتترتب عليها الاثار اللي بتتمثل بقى في الحضانه والنفقه
ولايه تعليميه والمشاكل المترتبه على الطلاق بالزبط. مش على ان الزوج زوجيه قائمه وهو مسافر او مش موجود أو وضع تاني أيوة. او مش ده اللي يهمنا يعني. عموما الطلاق بيبقى ليه عدد من الاسباب منها ثقافيه ومنها اجتماعيه ومنها اقتصاديه، كل دي مؤثرات في ارتفاع نسبه الطلاق. طبعا احنا مش هنتكلم في كل ده، لكن هيهمنا ايه الجزء اللي هو النسبه القانونيه، يعني ازاي قانون الاحوال الشخصيه الحالي ساهم في ارتفاع نسبه الطلاق. في الحقيقه ان القانون الحالي، يعني القانون الحالي هو اللي زود من ضمن الاسباب يعني كيرف الطلاق عالي بسبب من ضمن الاسباب، من الأسباب القانون الحالي، لان هو ما بيلبيش احتياجات المجتمع ولا احتياجات اطراف النزاع كلهم بشكل عادل. القصور بالنسبه للزوج، انا اسفه بقطع حضرتك عشان في ناس كتير قوي عايزه تستفسر الحاجات البسيطه. القصور بيجي ناحيه الزوج او الزوجه، هو اللي مخلي القانون ممكن ما يكونش في عداله في لا مش من ناحيه الزوج او الزوجه، في وضع التشريع نفسه. التشريع نفسه ما بيخدم المراه اكتر يعني في طبعًا وجهه نظر طبعًا حضرتك؟ طبعا طبعا في حاجات كتير، لانها برضو قاروره. ما هو مش فكره ده مش فكره ده المفروض، هو المفروض لما بنيجي نعمل قانون لاطراف متعدده بيراعي ان يبقى في عداله ما بين الحقوق والواجبات أكيد. اللي أكيد. بتنطبق على الاطراف كلها. لكن لو العداله ده هي اختلت، بتدي فرصه لطرف منهم ان هو يبقى في ايده ادوات قانونيه يقدر يستغلها بشكل انتقامي. الشكل الانتقامي في التعامل دوت يعني بيخلي قرار اللجوء للطلاق ايسر واسهل. فبالتالي بترتفع النسب. من ضمن المشاكل مثلا اللي انا اعتقد ان الراجل مظلوم فيها، وفي من سنوات كتيره مطالبات عديده جدا بتعديلها، لكن للاسف ما فيش اراده للتعديل، مش عارفين ليه، لان دايما واقف فيها المجلس القومي للمراه ووقوف الحرب يعني. حتى دايما ايه اعلاناته كلها في الامر لن نتنازل عن اي مكتسبات. أيوة. ولن نتراجع. العمليه مش تتنازل، احنا عايزين نقول ان اي ام اللي هي بتضحي وبتربي اولادها وبتفضل عليهم بعد الانفصال او بعد وفاه الاب، دي كلنا بنشيلها على دماغنا وبنقدم لها احترام ونبص لها قدرنا كمان لما تكبر. لكن مش دي النوعيه الوحيده اللي موجوده من الام. امهات بترمي اولادها، وفي انا شايفين حالات فعلا بالظبط كده. حضرتك كويسه مش عايزه اقول لحضرتك فعلا. يعني في اب بحس ان هو احن من الام، يعني احنا مش هنقول ان احنا محايدين للام، او احنا مثلا برنامجنا عشان حديث من قلب ان احنا بنبقى محايدين للام، لا طبعا. يعني في ابهات فعلا احن من الامهات. فحته العداله اللي حضرتك بتكلمنا عنها النهارده، يعني فعلا عايزه يا ريت يعني في خيط رفيع ما بينهم توضحها لحضرتك. هي عموما العلاقات الانسانيه كلها ما فيهاش قاعده عامه بتنطبق على كل الناس. أكيد. زي ما في الام اللي احنا بنشكر فيها دهيت، في الام اللي رمت عيالها في الزباله واللي قتلتهم واللي وحكاوي كتيره جدا مش عايزين نتعرض عليها، وان كانت حتى نسبه قليله لكنها موجوده. صح. ويجب ان احنا ما نغفلهاش. وزي ما في اب برضه سافر وترك اولاده. أيوة. وانقطعت علاقته بيهم، في اللي عايز يراعي اولاده وعايز يباشرهم وعايز حتى يطلع. بعد الطلاق فعلا بيبقى عايز يباشرهم. صح. طبعا حقه ان هو يباشرهم. مش كل اب هو. أيوة. يعني ده برضه استثناء. صح. زي ما في الام اللي قتلت عيالها ورميتهم في الزباله استثناء، برضه في الاب الاستثناء. صح. لا الاستثناء ده يصلح ان هو يتحط بيه قانون، لان القانون ده بيبقى قاعده عامه مجرده لازم تنطبق على كل الناس. بالزبط. فبالتالي لازم يحتوي كافه الحالات. بالزبط. لو ما حطيناش يعني قانون بشكل عادل بحيث ان هو يدي لكل الاطراف حقوقها، هيترتب على كده خلل. الخلل ده حتى لو الراجل اللي ظلم دلوقتي مع ابنائه سكت واستسلم للامر، المجتمع والدوله بعد كده هيدفعوا فاتوره كبيره قوي للامر. أيوة. ده ليه بقى؟ زياده حالات الطلاق، زياده ثمن الفاتوره والله للاسف. طبعا يعني. طبعا ما كل ده فعلا. ما كل ده هيترتب عليه ابناء شقاق، نسبه كبيره منهم هيطلعوا غير اسوياء اجتماعيا ونفسيا، وهم دول اللي هيبقوا قريبين للاستقطاب السياسي او الجنائي. صحيح. وهتلاقي مواجهه الجيل ده هو يعني تحول من دلوقتي في عبء كبير على الدوله في وزارة التضامن في برامج المرأة المعيلة. صح. وبرامج ومش قادرين يكفوا، بدليل ان هم حتى في النفقات مش بيدوا كل النفقات المحكوم بيها. هيستوعبوا قد ايه ويغطوا قد ايه يا فندم؟ نسبة عالية جدا، نسبة عالية جدا مش هيقدروا يغطوها. يعني بالزبط. الدولة حاليا بتدفع فاتورة مالية مقابل نسبة ارتفاع حالات الطلاق دهيت، وهتزيد مع المستقبل. وهتتحول المواجهة بعد كده من وزارة التضامن الاجتماعي لوزارات اخرى. يعني بمجرد دخولهم في التعليم هتلاقي وزارة التعليم محتاجة تواجه الاولاد دول، وبعد ما يكبروا للاسف هنلاقي نسبه كبيره منهم
يعني بيشكلوا خطورة على المجتمع. احنا مش عايزين نوصل للمرحلة دهيت ونرجع نقول ليه الجامعات بتستقطب الأولاد وليه شبابنا بيروحوا يمين وبيروحوا شمال وبيرجعوا يواجهوا مجتمعهم ويرجعوا مش عارف. ما احنا سبناهم من الأول من وهم صغيرين وقطعنا وقتلنا كل علاقة للأب بأبنائهم. هو القانون الحالي ده هو بيعمل كده، بيمكن المرأة من ان هي تقتل كل علاقة الأب بأبنائهم. دي حاجة. الحاجة الثانية التعديلات اللي تمت على القانون ده من ساعة ما اتعمل هذا مرة شلت حتى يد القضاء من ان هو يتدخل. يعني ما بقاش لمساحة القاضي السلطة التقديرية الكبيرة اللي يقدر يراعي حالة بحالة. معنى زي ما بنقول بقى ايه كده، في حالات مختلفة. صح. فالمفروض ان يبقى في سلطة كبيرة للقاضي بحيث ان هو يقدر يتعامل مع الحالة اللي قدامه بالتفاصيل اللي هو شايفها فيها. هو بياخدها بعد تقرير البحث الاجتماعي. اذن حضرتك بيبقى في تقرير بحث اجتماعي الاول، بيدرس الحاله حالات الطلاق، بيجيب الطرفين ويبتدي بقى يكتب الريبورت ده ويقدمه ويرفعه. لا احنا مش دلوقتي مش بنتكلم في حاله المطالبه بالطلاق. هي احنا بنقول خلاص الطلاق تم. تمام. وكل واحد في الطرفين يدفع نتيجه اختياره وندفع يعني ايه يتحمل وزره. ايوه. لكن احنا عندنا طرف في رأيي أهم من الأب وأهم من الولاد. صح. لازم نبقى حارسين عليه. حارسين عليه بدليل إن إحنا حارسين عليه ماديا ومعنويا ونفسيا واجتماعيا بالقدر اللي يعني نخف عليه حدة الأزمة اللي هو هيبقى فيها نتيجة الطلاق. مش نسيبه بقى لطرف ونقطع علاقته تماما بالطرف الثاني. ودي بقى أكبر المشاكل اللي موجودة في القانون الحالي. يعني أنا بقى بنحاول نحصرها كده عشان نحصرها في نقط، هنلاقي مشاكل الاستضافة، ترتيب الحضانة، السلطة التقديرية للقاضي. التعديلات اللي آخر تعديل تم على القانون الحالي في 2005 للأسف نزع حتى السلطة التقديرية دي من القاضي وخلاه دوره بسيط في القضية. يعني مثلا في الاستضافة مثلا كان الأول قبل القانون الحالي كان الاستضافة سن الحضانة، نبدأ بسن الحضانة. كان سن الحضانة 9 للولد و12 للبنت. وبيجوز ان هي تمتد ل 15، يجوز دي بقى بتبقى جوازية لتقدير القاضي. بيشوف انهي الأصلح للولد ان هو يفضل مع أمه بالظروف اللي هو بقى التفاصيل اللي بتختلف من وضع للتاني. أو مع الأب. الأب بيتجه لمحكمة الأسرة وبيطلب الابن بقى في الوقت ده بعد السن ده. الكلام ده زمان، دلوقتي ارتفعت ل 15 سنة. والبنت بقى. والبنت 15 سنة. 15 لغاية سن الزواج ولا بقى؟ يجوز بقى ان هي تمتد للزواج. بس اللي حصل كالآتي، يعني في فرق ما بين نظرية الكتابة بتاعة القانون وما بين تطبيقه. الخلل جه منين بقى؟ ان انا النهارده لما بسيب ولد او بنت لغاية 15 سنة والانفصال تم وهو عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين، بمعنى ان هو قاعد مع الأم حوالي 10 سنين مثلا. تمام. ما بيشوفش الأب أو نادرا لما بيشوفه، فهو بالنسبة له غريب. مع الشحن المعنوي اللي ممكن يكون صادر من الام ناحيه الاب على الاولاد، فبيبقى الولد مش قابل فكره انه يروح. بالظبط. فلما يجي 15 سنه ومش بندي السلطه للقاضي، لا ده 15 سنه وتخيير. يعني ايه؟ يعني انت تخير الولد او البنت يقعد مع الاب او من الام. طبعا لما اجيب ولد زي ما بنقول كده قاعد بقى له 15 سنه في حضن امه. يعني خلاص لا يمكن هيختار حد تاني. لا يمكن هيختار حد تاني طبعا. فنظريا بقت 15 سنه. ده لو ما حصلش كره بقى من ناحيه اهل الاب. ده لو حتى ما فيش الكلام ده يعني. فنظريا السن الحضانه لغايه 15 سنه، عمليا بشكل مؤبد. ليه؟ لان هو بعد كده طبيعي هيختار ومساله التخيير دي مساله يمكن احنا بننفرد فيها في مصر عن كل دول العالم. مساله تخيير الطفل دي مش موجوده في اي دوله في العالم. ليه؟ لان التخيير نوع من الشهاده. يعني انا لما بخيره انت تقعد مع الاب ولا تقعد مع الام، انا كده يعني بستشهد براي الولد اللي هو ممكن مثلا يقول لا هقعد مع الام، فبالتالي رفضه للاب او رفضه للانتقال مع الاب ده بيشكل ازمه نفسيه كبيره بينه وبين الاب. وتسبب يعني ممكن تسبب كراهيه وانقطاع اكتر من الاول. اكيد. لانه رفض يقعد معاه. وفي نفس الوقت التخيير ده نوع من الشهاده من الابن للاب او للام، ودي مش يعني لا يجب ان هي تكون ما بين في شهاده معترف بها ما بين الاصول والفروع. خاصه في السن الصغير. يعني حتى الجزئيه دي فيها عدم مصداقيه اصلا كمان. ويمكن المستشار عبد الله الباجه اللي هو اشهر رئيس اشهر قاضي في الاحوال الشخصيه نادى من فتره كبيره بالحكايه دي. يا جماعه لا يجوز ان احنا نخير الطفل طبعا. في السن ده هو ما بين الاب والام. للاسف القانون حتى بقى رفع الايه السلطه التقديريه للقاضي اللي بينظر الموضوع. النص القانون قال له 15 سنه وتخيير، يعني ساعه لغايه 15 سنه انت مالكش دور. لازم تدي الحضانه مثلا للايه للام في حاله توافرها يعني.
طيب هنتكلم بقى على الحضانه بعد كده لما نيجي لترتيبات الحضانه، الام بالزبط. ثم ام الام والام. اه طيب بعد ال 15 سنه برضو انت ما تقررش لمين ولا شمال، حتى لو قدامك انت حاله اصلح، انت تخير الولد. الولد زي ما قلنا اللي قاعد بقى له 15 سنه مع امه صعب طبعا، لا يمكن ينتقل طبعا. ايوه فعمليا بقت مؤبده. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، طيب واثناء ال 15 سنه دول بقى هو مع الحاضن. اه ده انا عايز اسال عنه. هو بقى مع الحاضن، مع الحاضنه اللي هي الام، هنفترض اللي هي الام مثلا. طب الاب بيشوفه؟ لا هنا بقى مشكله المشاكل في المجتمع الحالي. ليه؟ لان القانون الحالي دلوقتي اللي متواجد فيه بالنسبه لمساله الرؤيه هي 3 ساعات واسبوعيا وفي مركز شباب وحاجات زي كده. تمام تمام، صعب جدا. ومفيش اي عقاب برضو على الطرف الحاضن سواء كان الام او ام الام وغيرها في حاله ان هي ما تجيبش الولد او البنت. صح. يعني هي ممكن يطلب مره اثنين وثلاثه ويروح للاستضافه او المكان. لا مفيش استضافه، ده انت كده دخلت في موضوع كبير تاني لسه هنتكلم فيه. الرؤيه قصدي يا فندم، احنا بنتكلم في الرؤيه، مشاكل الرؤيه حاليا. هو طبعا مراكز شباب او في محكمه الاسره برضو بيخلوا في مكان او انديه او انديه او حاجه زي كده. لو بقى هو طلب مره او اثنين وثلاثه والام امتنعت او ما جابتهمش باهل الام، لان في يعني برضو انا شفت من ضمن الحالات ان في اولياء امور او ابهات بياخدوا الابناء بيهربوا بيها. يعني في الرؤيه انا شفت فعلا وحصرت حاجات كانت في احزاب. هي ربيها ازاي في الرؤيه؟ والله خدها يا فندم. انا بقول لحضرتك عن يعني حاله شفتها بعيني يعني. فعلا خد البنت وهرب بيها، وهم كانوا جايبين لها شويه بسكوتات وبتاع، وكان باباها وهي رايحين. انا بتكلم ما بكلمش كل الناس يعني، دي حاجه حاله شاذه يعني. هو عموما بس انا بقول لحضرتك لو كده وحاول ان هو ياخدها او يجري بيها ببنته او بابنه. مفيش، ده احنا عندنا نص قانوني الماده 200 يعني. في بيهربوا يا فندم بولادهم والله. ما هو اصل بيهربوا ازاي؟ هقول لحضرتك على حاجه دلوقتي. الرؤيه ويعذبها او عقاب. انا اسف بعتذر اني بقطع حضرتك. هو بيعذب الام عقاب، بيوريها ان انا ممكن ما تشوفيش بنتك، فدي نوع من انواع الترهيب ليها. فساعتها في الحاله دي تعمل ايه بقى؟ مش في الحاله دي تعمل ايه؟ الام بقى. احنا طب ما انت كده سبقتي الاحداث. احنا دلوقتي في الرؤيه وهي ما جابتش الولد مره واثنين وثلاثه. ايوه تمام. والاب ما بيشوفوش في الولد. من خوفها بقى. وحتى لو جري عشان على المحكمه عشان يرفع قضيه. الرؤيه إن التغيب عن الرؤيه ان كان بعذر بيقبل العذر. يعني جابت شهاده ان هي مريضه ولا الطفل مريض ولا حاجه، خلاص مفيش مشكله. طب لو تكررت مرات عديده يعني وكان في عقاب، عقابها ايه؟ ان هو بينقل الحضانه مثلا مده شهر او اكتر للتالي في الحضانه، التالي اللي هو غالبا بيبقى مين؟ ام الام. ايوه. فعمليا يبقى ما عملناش حاجه، يعني عمليا ما بقاش في عقاب. فحتى الاب اللي بيلاقي نفسه ان هو هيقعد يجري ورا قضيه سنه مثلا عشان في النهايه تنتقل الحضانه لمده شهر الام الام، تمام، يبقى ما عملش حاجه، فبتكون نتيجه ان هو بيأس وبيسكت. صح. ومع الوقت بتبدا العلاقه ما بين الاب والاطفال تنفصل تماما. تنتهي. خلاص انتهت. تنتهي طبعا. ما بيرتبطوش ببعض. طبعا. وطبعا ده بعيدا عن اشرافه عليه وعلى تعليمه وعلى حاجات كتير يعني. وعشان كده حكيت لك الرؤيه دهيت برضو مش موجوده في اي دول الا احنا بس. أيوه. يعني وعشان عليها هجوم من سنوات عديده يعني. وفي الحقيقه المجتمع بيطالب بتعديلها من سنوات عديده. تمام. لان الاب مش الاب الوحيد اللي صاحب الحق في ان هو يشوف الاولاد، ده الاب والجد والجده والعمام يعني من حق حتى الطفل ان هو يعرف كل قرايبه. اكيد اكيد. ويتعايش معاهم ويبقى قريب منهم. انما احنا كده بالوضع الحالي بنقطع ده تماما. خلاص. وفي نفس الوقت مش حاطين عقاب حتى على عدم تنفيذ الرؤيه. سؤال اخير قبل الحلقه ما تنتهي طبعا. لسه الحلقه دي احنا لسه قلنا حاجه. مش عايزه اقول لحضرتك ولا ده احنا استمتعنا يا ست بص. بس كنت عايزه اعرف لو الام يا فندم المطلقه عايزه تتزوج، فعايزه بس اعرف الابناء هيتجهوا لمين؟ لاهل الام ولا لاهل الاب؟ لو الجده موجوده جده ال هو انا هقول لك ترتيب الحضانه. الترتيب سريعا كده. ترتيب الحضانه عشان برضو في مشكله في الترتيب. الاب بيجي دوره في الدور 16. هو الترتيب بيبدا كالاتي: الام ثم ام الام. ايوه. ثم ام الاب ثم الاخوات الشقيقات. تمام. ثم قرايب الام والاب من النساء. مقدم فيهم قرايب الام على قرايب الاب. بمعنى ايه؟ ان اخت الام مقدمه على اخت الاب. الخاله. ده ترتيب الحضانه. فطبعا بما يعني الام غالبا في حالات الطلاق بتبقى متواجده، طبعا بنتكلم على حاله انفصال مش حاله وفاه. بالظبط. يعني. فمتواجده فهي بتبقى صاحبه الحق في الحضانه. بتيجي تتجوز لو والدتها موجوده خلاص بتنتقل الحضانه لوالدتها. لو الاثنين مش موجودين لا نظريا نظريا هنا الحضانه انتقلت. او العمه يا فندم. الخاله لو الام والام الاجداد في الاثنين الام وام الاب مش متواجدين، الابن او الابنه بتروح للخاله الاول. الخاله مقدمه على العمه. يعني العمه. لان اقارب الزوجه
يعني مقدمة على أقارب الزوج بدرجة يعني تمام. طالما درجة قرابة واحدة يعني تمام. فنظريا انتقلت الحضانة للأم لكن تمام. عمليا خلاص ما فيش حاجة خرجت من الإيد. طب صحيح أنا صحيح. طبعا قبل ما انهي الحلقة كنت عايزة يعني برضو حضرتك تنوه لنا طبعا حضرتك هتبقى معنا في سلسلة حلقات إن شاء الله لأن يعني الاستفسارات كتيرة جدا جدا يعني ما لسه ما دخلناش معلش معلش إن شاء الله استمتعنا بيه صدقني يعني ربنا يخلي حضرتك. الموضوع إن شاء الله بإذن الله ناوي تكلمنا فيه الحلقة الجاية إن شاء الله القادمة السبت اللي بعد الجاية إن شاء الله. ان شاء الله احنا لسه عندنا حاجات كتير بالنسبه للرؤيه والحضانه ما كلمناهم في مقارنه جايبها كمان لحضرتك بين مصر وما بين الدول العربيه والدول الاجنبيه في موضوع ترتيب الحضانه وموضوع الاستضافه ان موضوع الاستضافه وترتيب الحضانه دولت بيعتبروا اهم جزئيتين عليهم خلاف مجتمعي دلوقتي ما بين المشروع القانوني الحالي المطبق وما بين المشروعات المقدمه للتعديل امام مجلس النواب. تمام. في بقى اجراءات لتيسير لان احنا برضو مش الاب بس اللي بيشتكي من القانون الحالي أيوة. الام كمان بتشتكي في تحصيل النفقات والجري عليها والتمكين ويعني ليها مشاكل نقدر نتلافاها بتبسيط بعض الاجراءات في قانون الاحوال الشخصيه ان توفرت النيه ان احنا نسهل الامور على كل الاطراف جميل. بحيث ان الام ما تتعبش كتير وما تاخدش وقت طويل جميل. على ما تلاقي حقوقها الماليه في الوقت ده اللي هي بتعود على الاطفال اصلا وفي نفس الوقت من غير ما نقتل العلاقه ما بين جميل. الاب والابن بمنع الرؤية ومنع الاستضافة أنا فهو أنا معاك الموضوع كبير جداً وطويل جداً جداً وحضرتك عايز تسلسل الحلقة سلسلة إن شاء الله مش هنقدر يعني فأنا تحت أمركم بقى طبعاً يعني طبعاً أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي يعني على كم المعلومات وثرائها بجد بشكر حضرتك واستجابتك الفورية لما أنت جيت لنا وسبت طبعاً شغلك النهاردة أنا يعني في نهاية اللقاء مش عارفة أقول لحضرتك إيه أستاذ علاء لأن هو كمان سايب سايب يعني تستكملي حلقات تانية بحيث نقدر نغطي موضوعات تانية إن شاء الله إن شاء الله انتظرونا في حلقات قوية وحلقات جديدة وملفات ساخنة تفيد المرأة وإن شاء الله يرد على كل استفساراتنا وأستاذ علاء إن شاء الله يسيب رقمه بإذن الله هنستسمع حضرتك في الكول سنتر للتواصل معنا لأي تساؤلات أنا يعني مش قادرة أقول لحضرتك غير فعلا فعلا يعني الحلقة كانت قيمة وجميلة رغم الوقت ضيق ومش قادرين ندي مساحة لحضرتك أكتر من كده تتساءل أكتر من كده يا فندم معلش فكل الشكر والتقدير لحضرتك والشكر لزميلتي الجميلة داليا وإن شاء الله اللقاء جديدة شكرا ربنا يخليك لينا ويجعل طعم حضرتك مزال حسناتك نتمنى أن المودة والحب يسود على كل البيوت يا رب وعلى كل الأبناء لأن هم دول اللي هيقودوا البلد بعد كده ويهمنا نراعيهم من دلوقتي أنا بقول كده فعلا في المجمل يعني احنا بنجيب القضايا والحاجات دي لكن انا بقول يا ريت يعني رفقا مش بالقوارير طبعًا. رفقا بالاسره كلها ومش عايزين تصدع اسري ربنا طبعًا. يعني يجعل يا رب الاستقرار والامان في كل اسرنا يا رب. للقاء في حلقات قادمه انتظرونا ان شاء الله.